زيد زيد اخسر العنصر زيد سي عبد الفتاح كنشكروك على هذه الاستضافه اولا في القناه ديالك ضيف، كنشكروك جزيل الشكر. وهذه بادره طيبه باش نوضحوا مجموعه من النقاط ومجموعه من الاشياء داخل المجلس الجماعي وداخل جامعه الخنيسات، باعتبار التحول اللي وقع، يعني تم تاسيس وتجديد المكتب الجديد برئاسه اخرى، والرئيس هو السيد عبد الجبار الحافظ. إذن السي عبد الفتاح، باش ندخلوا قبل ما ندخلوا في التفاصيل وفي النقاط اللي يمكن نناقشوها، لابد من فتح واحد القوس عن هذا الرئيس. هذا هو فالرئيس عبد الجبار الحافظ، فهو ولد الدار، ولد الخنيسات، سيد يمارس السياسه منذ صغره، ما عندناش شك. ولكن هذه السياسه ديال السي عبد الجبار الحافظ سياسه مطبوعه بالخير والمعامله. فعبد الجبار الحافظ حنا ماشي كنمدحوه، نقول الحاجات اللي في السيد. فهاد عبد الجبار الحافظ اللي نادى عليه كيلقاه مريض، فرح، قرح، اي حاجه كنوجدوا هذا السيد هذا هو، وكيتعامل مع هاد الناس هذا هو. اذا نعطيك مجموعه من الامثله اللي كانت حاضره. هاد السي عبد الجبار الحافظ ايام كورونا فالسيد كيمشي لشخصيات كبار وكيطلب وكيجيب ما يسمى بالقفة وكيمنحها للسلطات والناس المسؤولين ويتم التوزيع ديالها. اذا نشوف البوادر ديال الانسان. اذا الان دابا هذا الرئيس ميجا باعتباره رئيس شاب وعنده واحد الطموح، نمدوا ليدينا ونتعاونوا معاه، سواء ساكنه، سواء جمعيات، سواء وداديات، ونحن كأعضاء باش نزيدوا بهاد الخنيشات ديالنا القدام ونخليوا تقدم ونحلوا فيها مجموعة من المشاكل اللي هي تورثت واللي هي عالقة. فالسيد السيد الرئيس مستعد باش يتعاون يحل هاد المشاكل. إذن فقط خصنا نمدوا ليدينا، ما احنا في منتصف الطريق، منتصف الولاية، إذا علاش ما نمشيوش مع هذا السيد ونتعاونوا معاه؟ ما نوضعوا لا عراقيل. وكنعتقد بأن عبد الجبار الحافظ إنسان كفء في هذه المسألة، هذه هي معروف الصعيد الإقليمي ومجموعة من عنده إنسان ديال التواصل، إنسان ديال الحوار، وكيحل مجموعة من المشاكل بطريقة سلمية وبطريقة حوارية. إذا نمشيوا معاه. كان هاد النبدة لا مدة منها. ما حدك في النبدة أستاذ. مرحبا. ذكرتي عبد الجبار الحافظ الطرف ديالو والناس والمبادرات الخيرية اللي كان كيدير. نعم. سمعنا بلي هاد الطرف ديالو، هاد التواصل ديالو مع الساكنة، هو خلى الساكنة هي تقترحه وهي تدفعه أنه يترشح، وأنه وفرحات ملي ولا دابا رئيس بالنسبة للولاية الثانية، يعني هما رشحوه المرة الأولى وملي ولا رئيس هما فرحوا، يعني الاغلبيه الساكنه مرتاحه ان عبد الجبار الحافظ هو الرئيس. شوف السي عبد الفتاح، انا غادي نرجع معك للوراء شي شويه. سياسيا السي عبد الجبار الحافظ كان خص في الولايه الاخرى، كان تم الاقتراح ديالو من طرف الساكنه ومن طرف المواطنين، من طرف مجموعه من الاعضاء، يعني كل شيء كان يقول لك بان السي عبد الجبار الحافظ غادي يكون رئيس، ولكن تنازلات ديالو خلينا للامتياز باعتبار ان السيد عنده طموح سياسي، وهي وصلت ها المسائل ديالو وصلت. إذن فالسيد ليس عنيدا بذاك المفهوم، يمارس السياسة بأخلاقها وبمعاملتها وبتواصلها، يعني السيد أكثر تواصلا وأكثر حوارا، وهذا هو اللي يخص السياسة. نحن ماشي كنمارسوا السياسة، كنمارسوا السياسة من أجل حل مشاكل المواطنين، والسياسة هي حل مشاكل المواطنين والقرب من المواطنين. نهار اللي كتشد الرئاسة ما كيبقى لا معارضة ولا هذا من الحزب ولا هذا من الحزب، والدليل أنت شتي اليوم في الدورة، فالسيد من يجا من الصباح حتى الخمسة العشية وهو كيحل المشاكل، مجموعة من الملفات ومجموعة من المشاكل تم الحل ديالها، فهمتي، تصدى لها وحلها بطريقة، بالحوار، بالحضور ديال الموظفين، بالحضور ديال الأعضاء، ها الأمور غدا في حل هذه المشاكل. مرحبا السيد. بالنسبة للرهانات ديالكم، كيفاش كتشوفوا أنتم الخدمة ديال المجلس في هذا العهد ديال الرئيس الجديد وانتم كمكتب جديد؟
السي عبد الفتاح الجماعه عندها مجموعه من المبادرات ومجموعه من الاقتراحات في شخص الرئيس، لان الخنيشات باش نكونوا واضحين عرفت واحد التوقف في كل المجالات، في كل المجالات عرفت واحد النوع من التوقف. اذا الان جاء الوقت باش نتعاونوا مع هذا الرئيس ونحلوا هذه المشاكل هذه. هي طبيعة الحال اللي قدرنا نحلوها كمجلس كنحلوها، اللي ما قدرناش كنباشروا بها السلطات المعنيه بالامر بما فيهم العماله بما فيهم الجهه بما فيهم السيد القائد والسيد رئيس الدائره، لان كل شيء ماديه المساعده، لان الخنيشات الوضعيه ديالها شويه وضعيه هشه، ولا ما تعاوناش ما غنحلوش هذه المشاكل ديالنا هذه هي. اذا هناك رهانات، رهانات من ناحيه المشاريع، فكتعرف بان الان احنا مقبلين على اعاده الهيكله، وهذه بادره طيبه جات الخنيشات جامعه الخنيشات، يعني هذه اعاده الهيكله كل احياء ديال الخنيشات غتستافد منها ان شاء الله. اذا هذه اعاده الهيكله ماشي سهله باش تحل مجموعه من المشاكل ومجموعه من الاحياء، من الاناره من طرقات من مجموعه من الاشياء، فهذا خير كثير. طبعا هناك مشاريع يقوم بها السيد الرئيس انطلاقا من الجامعه، انطلاقا من ميزانيه الجامعه. اذا باش نحلوا هذه المشاكل، عندنا الخنيشات حتى كتعرفها فيها جانب حضاري اللي هو هذه الاحياء ديالها، حي البام، حي الخنيشات الشماليه الجنوبيه ولا الدواد البريويقه وما الى ذلك، وعندنا جزء اخر، وهذا هو النقطه اللي من هذا المنبر والسيد الرئيس واعي بهذه المساله هذه، والسادة الاعضاء واعيين بهذه المساله هذه، بان راه عندنا 27 دوار، وهاد 27 دوار حتى هما خصهم يستافدوا من هيكله، وان شاء الله جايه في الطريق عن طريق الجهه وعن طريق مبادره ديال الجهه بتدخل جهات مسؤوله السلطات بمثابه في شخص السيد العامل، لانه كيشرف على هذه المساله شخصيا. اذا فالدواور لابد من حل هذه المشاكل، لا بد من استفاده من الهيكله ديالهم، ولا سيما المسالك. كتعرف بان الدواور وحنا مقبلين على فصل الشتاء كيعرفوا واحد المشاكل كبيره من حيث المسالك. اذا من هذا المنبر كندعو السيد الرئيس لضروره الاخذ بعين الاعتبار 27 دوار اللي كتنتمي لجامعة الخنيشات، والسيد الرئيس كما أؤكد لك بأنه واعي بهذه المسألة هذه، وإن شاء الله رحنا مقبلين على مشروع خاص بالدواوير من حيث المسالك، من حيث المسالك والطرقات ديال الدواوير. يعني تدعو رئيس المجلس، تدعو رئيس المجلس أنت بصفتك كنائب ومعك أعضاء، واش كاين كنشوفوا بأن كاين ثلاثة الأحزاب اللي كيشكلوا أو أربعة كيشكل المجلس ديال جماعة الخنيشات، طبعا الأغلبية هنا في حزب الاستقلال، واش كاين توافق على أن المجلس بأغلبية ديالو معارضة يمشي في هاد التنمية هذه اللي كي اللي باغي الرئيس وباغي النواب؟ أنا السي عبد الفتاح بديت معاك في الأول قلت لك السيد الرئيس مديد للجميع، ساكنة، جمعيات، معارضة، كيف ما كان النوع ديالو. نحن ليس هدفنا في هذه المسائل السياسة، الحزب، المعارضة، الهدف ديالنا خدمة هاد ما يصطلع على تسميته القرية السعيدة ديالنا، اللي هي الخنيشات بالفلاج ديالها أو بالمجال الحضاري ديالها وبالدواوير ديالها. إذن الآن وارتشت اليوم في الدورة ديال اليوم ما بقات لا معارضة، وكل شيء الحمد لله صوت، وكان التصويت بالإجماع على الميزانية وعلى نقاط الدورة، وهذه بادرة طيبة على أن هاد الناس راهم مستعدين ومادين يد المساعدة للرئيس من أجل خدمة هاد القرية السعيدة الخنيشات ديالنا إن شاء الله. وديك الشيء اللي سولتك أنت أدرب بالمطبخ الداخلي ديال نعم. ديال الجماعة، ديك الشيء اللي سولتك يعني انت كتعرف القراءات وشنو باغين الاعضاء، داكشي اللي سولتك شنو كتشوف بلا واش غيمشيو معك حتى الاخر عاد تكون طبيعه العراقيل اللي تذكرتي العراقيل. طبيعه الحال مفروض عليا وعلى العضو الاخر باش نلتف حول الرئيس، حنا في منتصف الولايه،
اذا خصنا نلتف حول الرئيس باش نحاولوا نسيبوا المشاريع ديالنا. مشاريع التنمويه موجوده الحمد لله في البلاد، وعندنا الرئيس ان شاء الله اللي كما قلت رئيس شاب قادر على التحرك في جميع المواقع في جميع الجهات. الرئيس يمشي الرباط مشاريع مجموعه في الجهه في المجلس الاقليمي في اذا مجموعه من الاشياء يتحرك فيها السيد الرئيس، وغادي يجيب لنا مشاريع لهذه الجامعه ديالنا الخنيسات بالمجال الحضاري ديالها وبالدواور ديالها. اذا هاد الاعضاء حنا في منتصف الطريق، وغنقويو بزاف ديال المعارضه وبزاف ديال اذا ما عندكم استفاده. انا لست ضد المعارضه، انا مع المعارضه البناءه والمعارضه الهادفه. نقول قول له سيدي انتقد هذا الرئيس، قول له كاين شي اخطاء، قول له كاين شي حاجه في التسيير مرحبا باش نحاولوا يصحح الاخطاء ديالو. هذا جميل لا يناقش هذه المساله هذه، ولكن باش نوضع عراقيل من اجل ايقاف اشياء فاعتقد ليس في صالحنا الان، لا في المكتب المسير او لا في المعارضه او شيء من هذا القبيل. هذا طبيعه الحال الرئيس بوحدو كما كنقولوا اليد الواحده لا تصفع، يعني الرئيس بالاغلبيه في المعارضه كل شيء يكون يد وحده في سبيل انجاز التنميه، ولو انجاز غير الخطوه الاولى وفق انجاز باقي الخطوات. كاين بعض النقاط اللي عندكم هنا فيها مشاكل واللي معروفه، المشكل اللي معروف بزاف وهو مشكل تجزئه البام. بغينا نعرفوا شنو المجلس ديالكم بالنسبه لتجزئه البام، واللي السيد الرئيس خدع على عاتقه حل هذا المشكل. هذا هو لان المشكل في طور الحل، يعني خصو واحد النقطه قريب وغادي يتحل. السيد الاستاذ او المحامي اللي غيتكلم بالقضيه راه على بينه وعلى اطلاع باش غادي يحل هذا المشكل هذا، وغتستافد الساكنه ديال البام من كل واحد من البقعه ديالو اللي ياخذ التيتر ديالو بهذا المفهوم هذا هو، وغيستافد من البقعه ديالو لان الوضعيه تسوات. هذا تسويه الوضعيه الماديه، تم التسويه ديالها، يعني الناس خداو الفلوس ديالهم، الجامعه ادات المسائل ديالها مليار و450 مليون وزياده بحال تشكل هكا. اذا ما على المسائل القانونيه الا تاخذ المجره ديالها. الاستاذ ديال الجامعه المحامي ديال الجامعه خصو ينوض يخدم المسائل ويوصل البلاصه الملف المحافظه باش يستافدوا الناس من تيت. السيد الرئيس راه على اطلاع وعلى دين بهذه الامور القضائيه، ووعدنا بانه غيحل هذه المشاكل عما قريب. وصل المحافظه واش خرج من التقاضي؟ لا مازال كاين شي مشاكل، كاين شي مشاكل في هذا الجانب. هذا هو الاستاذ المحامي ديال الجماعه على اطلاع وعلى بينه، والسيد الرئيس واعد بانه غيتحل هذه المشاكل هذه. اذا هذه المشاكل قال لك ما تناقشونيش فيها لانها غتحل عما قريب. شناكم في الدوره بين النقطه الثانيه اللي كاين الميزانيه، وكاين النقطه الثانيه هي الدعم ديال جمعيه المجتمع المدني. ولاش هاد الدعم هذا كيعكس الرغبه ديال المجلس ديالكم انكم تمدوا يد العون للمجتمع المدني هنا في خنيشات للنهوض معا يد في يد بالجماعه، باعتبار ان المجتمع المدني كيف تعرفوا استاذ شريك في التنميه حتى هو بالاقتراحات ديالو طبعا. شوف السي عبد الفتاح، باش نكونوا واضحين في هذه المساله ديال الجمعيات والدعم ديال الجمعيات الخنيسات بشكل عام، العمل الجمعوي عرف واحد الركود وتوقف باش نقول معك واضح لاسباب عديده لا داعي للذكر ديالها. السيد الرئيس في اطار النقاش بيني وبينه ومع مجموعه من الاخوان ان ناخذ واحد البديره، وهو فتح قنوات تواصل مع هذه الجمعيات ولقاء تواصلي خاص مع جمعيات ديال الخنيشات باعتبارهم شريك اساسي في التنميه. لان لما كانوش الجمعيات راه ما تكون عمل جماعه، ما تكونش العمل داخل الجماعه، لان الجمعيات الناس ياخذوا المبادره النظافه مجموعه من الاشياء يقوموا بها. عندنا الحمد لله جمعيات ديال البيئه، جمعيات رياضيه، جمعيات اجتماعيه، وداديات، هادو كلهم فهم شركاء في التنميه. اذا قرب من الساكنه بشكل افضل من كونتو راه عندنا اعتقد ما يناسب جرب ديال المشاكل ديال الساكنه ويكون هما قوه اقتراحيه. ما يناهي 56 اعتقد 56 جمعيه. اذا من هذا المنبر
وكندعوم وألح في هذه المساله هذه هي راه التواجد ديالكم مع الجامعه الخنيسات ضروري، ولكن التواجد بتفعيل واجراءات العمل الجمعوي، ما يكونش عمل جمعوي من وراء الربح، بل العمل الجمعوي نخدموا البلاد ديالنا، نخدموا الخنيسات ديالنا، نخدموا الدواور ديالنا. كاينه جمعيات في الدواور نشيطين كيحركوا كينظفوا الدواور ديالهم، كيديروا دوريات رياضيه، رغم انهم ما عندهم لا من حلاوة غير بوادير من هذوك الاعضاء، وكيديروا دوريات في مناسبات وطنيه في شهر رمضان وما الى ذلك. اذا هاد الناس خصنا يجيو. اذا قلت لك هاد اللقاء التواصلي اللي غنديروا ان شاء الله وعلى اثره غتكون واحد المبادره باش نوضوا ونتعاونوا مع السيد الرئيس كاعضاء كجمعيات ونخدموا هاد البلاد ديالنا هذه هي، نخدموا مسائل النظافه، لان كاين جمعيه ديال البيئه خاصها تدخل معنا شريك وتنظف وتنوض وندير، وغادي نديروا ان شاء الله هاد الحمله، نديروا شي يوم ولا يومين ولا ثلاث ايام بحمله ديال الجمعيات بالمشاركه ديالهم من اجل تحسيس، من اجل تنظيف هاد القريه ديالنا هذه هي اللي هي الفلاج ديالنا، اللي هي الخنيسات ديالنا، لان هي الدار ديالنا. وراه ملي كيدخل الواحد وكيدوز للدار ديالنا وكيلقاها فيها الوسخ وفيها هاد المسائل، فراه مباشره كيقول لك اودي اش هاد المجلس، اش هاد الجمعيات، اش هاد المساله هذه هي. اذا هاد البادره السيد الرئيس راه فاتح الابواب ومد يده، وحنا غنديروا لقاء تواصل ان شاء الله من اجل العمل الجمعوي. بقيت واحد المبادره السي عبد الفتاح، رحنا اكدنا عليها في الاول على ان الرئيس فتح الابواب ديالو. اذا اليوم راه خدا مجموعه من الاقتراحات، هذه الاقتراحات فيما يخص بعض المعاناه اللي عندنا في المركز الصحي هنايا، وراه انت عرفتوا بان درنا واحد الوقفه وكانت سابقه، يعني المجلس كامل داير وقفه. الان درنا طلب مع السيد مندوب الصحه، واللي راه غادي يوصل طلب لقاء الاعضاء، وغادي نتلاقاو مع السيد مندوب الصحه لمناقشه مجموعه من المشاكل داخل المركز الصحي. ومن هذا المنبر كندعو لمندوب الصحه باش يستجيب لنا المسائل وينظم لنا هذا اللقاء، هذا هو باش نتواصلوا معاه ونحلوا المشاكل ديال هذا المركز الصحي. ومن هذا المنبر اقول للسيد مندوب الصحه، راه هذا المركز الصحي ديال الخنيسات راه فيه دار الامومه، ودار الامومه راه كيجيو ليها اربعه الجماعات، جماعه ولاد نوال، جماعه سيدي محمد السلح، جماعه المرابيح، وجماعه توغيلت، راه كلهم كيجيو لهاد الدار الامومه. وراه ملي كيجيو لدار الامومه المراه راه كتجي تولد، والعلم ما لله ماذا سيقع لهاد المراه قبل الولاده او بعد الولاده. اذا خصنا نكونوا على الاقل يكون واحد الطبيب رئيسي عندنا هنا لانقاذ ما يمكن انقاذه، لان المراه ملي تبغي تولد ما كنعرفوش شنو يمكن يوقع. اذا لو كان طبيب رئيسي هذيك السيده اللي هي بين قوسين القابله غتناقش معاه، ماشي كنهزوها ونديوها لسيدي قاسم ونزيدوا في الاتعاب ديال السيده ونزيدوا في المصاريف، فهمتي، وربما تمشي حتى للقنيطره. ومن هذا المنبر حنا سيارات اسعاف راه كاينه في دار الامومه، ماشي ما كايناش، وكاينه في الجامعه، ولكن بغينا سيارات الاسعاف تكون مجهزه، ولا سيما في دار الامومه، لان السيده غادا تولد وتقدر تولد في الطريق، خاص الاكسجين، خاص المسائل، خاص مجموعه من الاشياء داخل سياره الاسعاف. والاهم من هذا هو ما كملت لك حتى السي عبد الفتاح. سمعتي، والاهم من هذا في هذه النقطه هذه هو غياب الطبيب، كما قلتي طبيب رئيسي، خصوصا انكم انتم كمجلس كدعموا الجمعيه ديال الاطباء بما يقارب 10 مليون، 96000 درهم. يعني ما كتشوفش بلي راه كاين واحد ما بغيتش نقول لك واحد لا مبالاه من طرف المندوب. وكنتمناو من الله، كنتمناو من الله سيد المندوب يدارك هاد المواقف، هاد الفراغ اللي كاين في هاد المركز الصحي ديال الخنيسات، سواء من حيث الادويه او من حيث الممرضين او من حيث حنا كنعرفوا كاين اكراهات، لا نختلف في هاد المساله هادي، ولكن الاكراهات ماشي كتبقى دائمه. حنا نظمنا لقاء معاه، لقاء معاه وعدنا المسؤول ديالو النائب ديالو بانه هذيك الساعه كان عطانا 3 اشهر او 4 اشهر غيتحل هذا المشكل ديال المركز الصحي ديال الخنيسات. حنا دابا في سنه وزياده ما كاينش حتى مشكل، ما تحل حتى حاجه، بل اكثر من ذلك مجموعه من الاخوان خرجوا تقاعد ما تمش التعويض ديالهم. اذا خصنا ممرضين ل
اللي يكونوا عندهم واحد الكفاءة باش يعالجوا الناس باش تكون تقديم النصائح وتقديم العلاجات. سمعنا في التصريح ديالك في المباشر اللي كان في الوقفة ديال اللي في المركز الصحي بان قلتي تقريبا ما يستنتج ان خنيشات بلا صحة، يعني غير الهلال الاحمر جزاهم الله خيرا يعني كيوقفوا. وهذه هذه مبادرة ديال الهلال الاحمر، احنا كنقولوا الهلال الاحمر تكميلي ماشي رئيسي. انا ما بقاش نقول نجي للمركز الصحي، جايه المراه من واحد الدوار اللي هو بعيد قطع 10 كيلومترات وتجي ما تلقاش الطبيب وما تلقاش مثلا اللي غيجلب لها وديدها وتولي، هذا اشكال. انا الهلال الاحمر تكميلي ويقومون بمساعدات جزاهم الله بالخير على هذا العمل العالمي اللي كيقوموا معاه، ماشي غير محلي ولا وطني، مشكورين من هذا الباب هذا. ولكن خصنا ناس، خصنا اطور باش يكون تحت الاشراف ديالهم باش نكونوا واضحين في هذه الامور. السي خصوصا ان الصحه ديال من اسماء الحقوق ديال الانسان، يعني هي الصحه ديالو. الا ما كانت الصحه وما نقدناش واحد الروح في واحد الوقت اللي مناسب ليا وما لقاش الناس اللي مأثرين، يعني ما الحقوق كاملين الاخرين كتضيع. لا كتضيع راه هي ولا اقتصاديه، يعني الصحه حق اساسي لكل مواطن. الصحه هي الاساس في الجوانب كلها، لان راه ما تنساش كما قلت لك راه كيجيو من دواور بعاد، وناهيك على البعد، لان تم تحويل المركز الصحي كيجي المراه وهز البنيه الصغيره في دوت حتى المركز الصحي، اذا خصها تلقى الاسعافات ويدوز لها الطبيب ويعطيها الوثيقه ديالها ديال الادويه ديالها وترجع بحالها. ولا حنا كنهضروا على سيما المراه اللي جايبه الوليد صغير ولا جايبه حامله او لا شيء من هذا القبيل. هذا هضرنا على مازال ما كملت لك السي عبد الفتاح، هو ان قلت لك المبادره ديال اللقاء مع السيد مندوب الصحه راه غتوصل، ولقاء مع السيد مندوب التجهيز، وهذه بادره اليوم راه اقترحنا على السيد الرئيس واستجب ليها، ضروري لقاء مع السيد مندوب التجهيز. علاش غنلتقيو بهذا السيد؟ فالخنيشات ما عندناش حتى البلايك علامه التصوير، فكتم داخل الخنيش على الاقل خصنا علامه التصوير. هذه مركز حاضر الخنيشات، طريق وزان، طريق الزرف، طريق حد كور، طريق هذا جانب. ونلتقيو معه كذلك من اجل اصلاح بعض الحفار اللي كاين في الطرقات الرئيسيه او هذا الجانب هذا، وغنلتقوا مع هذاك اللي ضدال واش ممكن هذا التجهيز يساعدونا في هذا الجانب هذا هو، لان عندنا اعداديه والثانويه والتلاميذ والسرعه وهذه المسائل، بغينا نشوفوا هذا الجانب هذا هو. وطلبنا لقاء اساسي مع السيده مدير وكاله حوض صبو اللي راه المقر ديالها اعتقد فاس، باش نحلوا واحد المشكل ديال الخنيشات، وهو هاد الكورنيش اللي هنا، هاد الفضاء اللي هو فوق ورغه، لان كتعرف الخنيشات ما عندها حتى شي متنفس، كاين متنفس وحيد هو هذا اللي فوق ورغه. ومع كامل الاسف فالكورنيش كان غادي تقام، ولكن نظرا لمجموعه من الاكراهات وظروف لا داعيه للذكر ديالها وقعت واحد المشاكل. الان بغينا وكاله حوض صبو نديروا واحد اللقاء معاها من اجل تقديم يد المساعده باش نحلوا هاد المشاكل وتحديد الملك المائي، ونشوفوا شي حل باش نوقعوا نديروا هاد المتنفس لساكنه الخنيشات. وانت راك كتشوف كيفاش كتكون الناس فوق ورغه في المسجد. هو السؤال اللي كان غنسولو لك، يعني خنيشات ماشي خصها غير المشاريع التنمويه، المشاريع الاجتماعيه، المشاريع الصحيه، ما هو اقتصادي يعني من اسواق نموذجيه وداك الشيء، ولكن راه كتعرف بنادم في الصيف كيبغي شويه على الاقل الشتاء منطقه فلاحيه شويه الشتاء، بنادم كيقول حاله في الصيف بنادم كيبغي فضاءات للترفيه. الكورنيش كنشوفو عامر رغم يعني دوك التجهيزات اللي فيه ما كاين والو، واش ما كتفكرش في فضاء الترفيه، يعني احداث مناطق خضراء، ملاعب للدراري الصغار، دي بارك دي جو. فيما يخص هذه النقطه مهمه السي عبد الفتاح، وهو مناقشه مسائل رياضيه داخل الخنيشات باش نفتحوا المهم مسائل رياضيه وترفيهيه. نبداو بالجانب الرياضي، صراحه عندنا جمعيات رياضيه نشيطه لا نختلف في هذه المساله هذه، فهم من هذا المنبر كنشكرهم جميع الاعضاء الاخوان ديال الرياضه، كل واحد بالاسم ديالو
ولا داعي باش نناقشوا في هذا المسألة. كل واحد كيقوم بالدور ديالو، مشكورين من هذا الجانب. هذا هو يعني مبادرة شخصية ومبادرة ديال الجمعيات ديالهم من أجل النهوض بالرياضة داخل الخنيشات ولا سيما كرة القدم. فمبادرات عديدة كنشكرهم مرة أخرى من هذا الجانب. هذا هو كنشكروا من هذا المنبر الإخوان سواء السي خالد الشرقي ولا السي رشيد على المبادرات ديالهم وعلى والسي محمد الاستاذ محمد بنير. من هذا الجانب كنشكرهم على هذيك التفاعل ديالهم مع ذوك الوليدات ومع هاد الشباب هذا. ولكن كيبقى الشكر الاخوان كما قلت لك ديال رياضه كره القدم للجمعيات. السيد الرئيس راه خدا على عاتقه هنا باش يكون له واحد الدعم، وراهم مشاركين الحمد لله في البطوله. نتمنوا للاخوان التوفيق وحنا غندعموهم سواء الدعم الشخصي ديال الفردي ديالنا حنا او الدعم ديال الجماعه. فيما يخص كيمثلوا خنيشات وانتم كيمثلوا الوجه ديال الخنيشات. فيما يخص طبعا فيما يخص ملاعب القرب، فكتعرف الخنيشات ولا ملعب ديال القرب ما كاين عادم مشاع كتفتخر. اذا الرئيس واعي بهذه المساله هذه واتخذت مجموعه من المبادرات، ملعب تم اقتراح ديالو من الميزانيه ديال من فائض الميزانيه ديال الجماعه، وراه تخصص له 60 مليون سنتيم 600 الف درهم. والملعب اللي ورا الجماعه سيتم اعاده الهيكله ديالو واصلاح ديالو بطرق نعم هذاك غادي يتم بشراكه مع الجماعه ووزاره التربيه الوطنيه والرياضه. وتم اقتراح من طرف عماله اقليم في شخصي العامل على ملعب القرب بجانب البريويغا، يعني هذيك الارض ديال الجماعه في السوق اللي عيط هيكل جديد. اذا هذه مبادرات راها في طور الانجاز. اذا هي خاص شويه الله يجازي بخير الساكنه الخنيشات. يعني السيد الرئيس راه عاد بدا طبعا، والانسان اللي كيكون عاد بدا كيخصو نوع من المساعدات نزيدو به لقدام، ما نرجعوش للور. لا داعي باش نبقاو نرجعو للور ونهضروا في شي مناقشات، نهضروا دائما للامام. كاين خير، كاين تنميه، كاين رهانات غتقضى، كاين وهذا الخير تبارك الله. اذا باش ما تفوتناش الفرصه بان السيد الامن في هذه السنين الاخيره حدث واحد الثوره في المجال ديال البنيه التحتيه الرياضيه. يعني كنشوفوا يعني عدد كبير سواء في سيدي قاسم بالقصير، يعني تقريبا جميع الجماعات ديال اللي 29 جماعه في اقليم سيدي قاسم كتلقى فيها ملاعب في القرب. شويه انتم بقيتم متاخرين لعده اعتبارات نتجاوزوها. سير الناس البشير المشكل ديال الترفيه بلاتي لابد باش نعاون نجاوبك على هذه المسائل. شوف كل السلطات المحليه متمثله في شخص السيد العامل مشكور من هذا المنبر هذا، ثم باقي السيد القائد السيد رئيس الدائرة، كل السلطات المحلية تقوم بمجهودات عديدة من أجل النهوض بهذه الجامعة الخنيشات. مبادرات عديدة راه شارف عليها السيد العامل من أجل تنمية الخنيشات. ما ننساوش الدور اللي كيقوم به السيد القائد والسيد رئيس الدائرة مشكورين من هذا الجانب هذا من أجل النهوض بهذه الخنيشات هذا. فالشخص السيد القائد يقوم بمجهودات جبارة في هذا الجانب هذا من أجل وضع حلول وحل مجموعة من المشاكل، فمشكور من هذا الجانب هذا. فيما يخص المسائل الترفيهية بس ما ننساوش قلنا الجانب الرياضي والجانب الترفيهي. الجانب الترفيهي تورع قول منعادين بالخنيشات. إذا السيد الرئيس خضع العاتق دياله في هذه الميزانية المقبلة إن شاء الله من أجل وضع مجالات ترفيهية لساكنات الخنيشات في متمثلة في ألعاب للأطفال، حدائق وما إلى ذلك. إلا أن راه كاين واحد الإشكال فيما يخص المناطق الخضراء. كتعرف المشكل ديال الماء، فهمتي؟ إذا المشكل ديال الماء فراه موضوع كموضوع رئيسي داخل البلاد ديالنا بشكل عام، لأن المناطق الخضراء كتأدي هضر الماء. على كل حال على كل حال فاحنا خدينا على العاتق ديالنا وضع اماكن ترفيهيه وحدائق ولعب للاطفال ان شاء الله من اجل كمتنفس لساكنات الخنيشات ان شاء الله. مشكل اخر ما عرفتش واش تبغي تناقشوا معايا هو مشكل ديال التعمير. شوف السي فتاح
مشكل التعمير مشكل التكنيسات هو ان الاراضي ما كلها داخل الشياه كاين مشاكل في العقار. السيد الرئيس خدا العاتق ديالو كل حاجه قانونيه وقابله للحل غادي يحلها، كل حاجه ما قادش يحلها غيلتجئ بها الناس المسؤولين سواء على مستوى العمالة او على مستوى الوكالة الحضرية، لان باش ما ندخلوش في مشاكل في العقار. فمشكل العقار مشكل راه وطني، مشكل وطني قائم بالذات ديالو، فاللي هو قانوني راه غادي يوقع له المسائل ديالو ويعطيه الوثائق ديالو، اللي ماشي قانوني راه غيلتجئ به للسلطات المعنية كما قلت لك العمالة والمكتب ديال التعمير ثم الوكالة الحضرية. بالنسبة للدواور كاين مسطرة ديال تبسيط المساطر، كل ما لقينا المسائل اللي هي نبسطوا فيها المسطرة فالرئيس مستعد يحل لهذ المشاكل هذه. تبسيط المساطر ولكن ما يكونش عاوتاني يزوق على جادة الطريق ويمشي يرجع تأدي المشاكل ما عندنا. لا شوف علاش قلت لك المسائل اللي هي قانونيه تحل بالمسائل القانونيه، ما يمكنش واحد السيد جايب المسائل القانونيه والوثائق ديالو قانونيه وغادي نقول له ودي لا سيحل المشكل، يتحل المشكل ديال هذا السيد هذا هو. بالنسبه للمشاكل ديال الدواور فكتعرف المشكل ديال الدواور عندنا 27 دوار و 28 دوار، فالرئيس راه مشينا في اطار ديال تبسيط المسطره وغيحل المشاكل ديالهم. ما كنهضرش على الرئيس، كنهضر بصفه عامه يعني السلطه التعاون في هذا الاطار هذا، لان ما نرجعوش بلادنا من بعد ما قطعت اشواط كبيره في التعمير اننا نرجعوا بلادنا عاوتاني للبناء العشوائي وغياجيو بني، يعني واخا الدواوير راه كاينه مساطر ديالهم في البناء. كاينه السلطات المحليه قائمه بالواجب ديالها في هذا الجانب هذا، بطبيعه الحال كيخرجوا بدوريات، كاينه مخالفات كتسجل، كاينه مجموعه من الاشياء كتقام بها. لا كنتي مخالف القانون خصك تعرض للمسائل المخالفه ديالك وتمشي للمحكمه ويتم تطبيق القانون عليك. لا السلطات المحليه قائمه بالواجب ديالها هذه المساله هذه، سواء سلطات في تنسيق مع الجامعه المحليه المتمثله في المكتب التقني والسيد الرئيس، يعني هذا ما عندناش اختلاف فيه. هذا هو كل ما كانت نوع ديال المساعده فراه كتم التقديم ديالها، ما غيمكنش نوليو نكونوا انانيين ونديروا واحد عنده القانون ديالو عنده الوريقات القادم ديالو تعارضوا، يعني الا كانت خاصه شي وريقه يمشي قادها ويجي مرحبا به. راه طبيعه الحال راه كاينه واحد النقطه اللي راه غنطرقوا ليها وهي تسويه الوضعيه. الان الدوله راه وضعت واحد المذكره راه جات تسويه الوضعيه ديالك، عندك وضعيه غير قانونيه كتلتجئ عند الجامعه كتحيلك لعند مهندس معماري او مهندس معماري وكيقوم بتسويه الوضعيه ديالك ويجيب الملف ديالك وتعالى. كتخرج من العشوائيه كتدخل للنظام بطبيعه الحال باش من نوقف. المهم بغينا كلمه اخيره السي الباشي. كلمه اخيره، اولا اعيد واكرر للمره المئة والمرات عديدة بأن مرحبا بالجميع. السيد الرئيس راه فاتح الأبواب ديالو ونجيو نمدو يدينا للسيد الرئيس ونتعاونوا معاه ونزيدوا بالقافلة إلى الأمام، ما نوليوش اللور ما نشوفوش كاع اللور باش نحاولوا نزيدوا بها القدام، لأن بقينا ننظروا للوراء راه حنا ما نزيدوش ما نتقدموش. خليوا هذا الرئيس، خليوا هذا الرئيس الشاب خليوه يزيد يتعاون معنا، فما نوقفوش قدامه ونقولوا خليه يمشي، حنا نمدوا له يد المساعده. مجموعه من الخدمات ما نبقاوش حنا نلصقوها دائما بالرئيس، لا مجموعه من الخدمات علاش هما عطاو الخلفان؟ علاش عطاو رؤساء اللجان؟ من اجل تفعيل الاجراء ديالهم هذه المسائل هذه باش يتعاونوا مع الرئيس. خلي الرئيس يشوف مشاريع على مستوى الجهه، مشاريع على مستوى الوطن المجال الوطني، مشاريع تنمويه على مستوى المجلس الاقليمي وما الى ذلك باش نحاولوا نزيدوا الامام. وكنتمنوا انها تكون واحد المسيره اللي كتجمع ما بين المجلس الجماعي المجتمع المدني والسكينه في سبيل النهوض بجامعه خنشات. شكرا لك السي البشير السملالي. شكرا للسي عبد الفتاح.